واحد السلام عليكم الخوت، هاني صحة اموركم زيانه الحمد لله. مرحبا بكم في فيديو جديد. غنكون سعد واب معكم اخوكم سعيد. هذا الفيديو هذا غنبارطاجي معكم التجربه ديالي في موقع البانكسل. هذا الموقع هذا صراحه صعيب بزاف، بزاف الناس كيظنوه امن وانا واحد منهم. ماشي امن، فيه بعض الاشياء كيضمنوا لك الا كانت كتوفر في التوكن، ممكن انك تقول ممكن التوكن تكون مزيانه، ولكن صيقوني حتى حاجه ما مضمونه. هذا الفيديو هذا غنبارطاجي معكم عملية نصب كبيرة بزاف، واحدة من أنجح البريسيل اللي كنشوف أنها كانت ولا دازت في بانكسل، لكن رغم ذلك كانت فقط واحد راك بول، واحد سكام كبيرة، نصبوا على الناس في أكثر من 100,000 دولار، أكثر بزاف من 100,000 دولار، لكن غنعرفوا هذا البلان هذا كيفاش. كنحاول نبارطاجي معكم التجارب ديالي، كانت زوينة كانت خايبة، باش حتى الناس اللي الناس مبتدئين ما عندهمش فلوس باش يخسروا باش يجربوا، على الأقل نبارطاجي معكم التجارب ديالي باش تستافدوا منها. فشوفوا معايا هذا الفيديو هذا حتى الاخر، حيت فيه بزاف ديال الافاده. التجربه ديالي في البانكسل، كيفاش تمت عمليه النصب، غنستافدوا بزاف ديال الامور تيقوني، لكن غنتلاقاو بعد الانترو. مرحبا بكم الخوت من جديد. انا عمرني ما كنت كنفكر اني شنو غندخل نشري بريسيل من بانكسل، حيت عارف بان هادشي هذا فيه ريسك بزاف. ولكن كاينين بعد ما شفت بعض الشروحات، كاين ناس كيهضروا على ان كاينين شي حوايج الا لقيتيهم توفرين في العمله فاذا ممكن تكون امنه يعني، ولكن راه كتبقى حتى شي حاجه امنه، حيت دابا ولاو لي سكام كيداروا بحال طريقه احترافيه اللي كتشوف اول مره كتقول راه بروجي واعر، ولكن هو غير سكام واحد راك بول. توكن معنا بي ان بي ديفي، قررت اني ندخل البانكسل نقلب على شي توكن، لقيت هذا البي ان بي دافي، واحد التوكن اللي مزيانه، ندير ليها الاوديت، ندير ليها يعني بزاف الحوايج زوينين كتبان انها احترافيه، وحتى البروجي خدامين عليه وزوين. هذا هو الموقع، شوف كتشوف اللوغو، كتشوف الموقع كتبان لك احترافيين، كتعرف التوكن زوينه. هذه اول حاجه كتشجعك انك تدخل التوكن وتثق فيها وتزيد تبحث عليها. البي ان بي اللوغو ديالها زوين، الموقع زوين، نديري ليها الداب ديالها، واحد الموقع ديال ريورد، كدير ستيكين، كدير فارمين، كتاخد ريورد ديالك، وايضا منصه ديال سواب وفيها دي توكن، يعني راه خدامه، راه ماشي غير حاطينها ديكور، لا راه خدامه وكلشي هو هذاك. واحد البريسيل داز اوستوري، جمعوا فيه اللي شفتوا معايا هنايا، جامعين فيه اكثر من 1500 بي ان بي، خداو اللي خداو، وداكشي الاخر حطوه في الليكويديتي، اكيد غيكون خداو واحد المبلغ كبير. هذه اول حاجه ربحوها من هاد النصبه هذه، هي هاد اللي بي ان بي اللي جمعوا باش يحدوا السعر ديال التوكن، جمعوا 1500 وحطوا تقريبا 1000 ولا اقل من 1000 بي ان بي ليكويديتي، 1000 بي ان بي حطوها ليكويديتي. اوكي غنمشيو غادي نبقاو غادي خطوه خطوه نشوفوا كيفاش داز داكشي. انا شريت بحال 0.9 بي ان بي، شريت بحال 0.9، خديت 105 مليون توكن، درت ليها كليم خديتها. اوكي هو توكن فور البريسيل 185 مليار، والتوكن اللي محطوط في الليكويديتي في البانكسل 111 مليار. اوكي مزيان، كاين اللي تيقول لك ملي كتشوف ان الليكويديتي تايم عام مثلا ولا فوق عام، فكتعرف ان البروجي مزيان وباغي يطول، حيت ماشي غادي ماشي شي واحد غادي يحط لك واحد الليكويديتي كبيره في واحد المده ديال العام، لكن غادي نصب ما غاديش يبقى يتسنى واحد العام. لذلك ان كانوا حاطين 60% من الليكويديتي، 60% حاطينها من التوكن، حاطينو ليكويديتي في البانكسل وقافلين عليه لمده عام، هنا كتشجع. هادشي هذا كامل غير مول التوكن هو اللي كيحدو، كيبقى في اي لحظه داكشي ما كيبقاش واحد الحاجه اللي محايده. مول التوكن نقدر ندير لك اي حاجه بغيت داكور، فما كنديرش فيه هادشي هذا. ندير التليجرام ديالهم، تويتر ديالهم هو هذا، يعني مزيان عادي. ملي كتشوف عناوين اوفر بحال هاد الفيوتشر از ناو، كتعرف بان انها سكام، نيشان سكام، شي حاجه ديال شي حاجه كتشوف شي عنوان اوفر يعني مبالغ فيه، مثلا
غدير لاباس، غدير الفلوس، هذا هذه اخر فرصه ليك، هذه الفرصه ديالك، هذا هو المستقبل. عرف ان البروجي سكام، ولكن تويتر زوين عندهم وما فيه حتى شي حس ان انك تفكر انها سكام، يعني داك الشيء عادي. داكوغ، حنا تقنا في هذه العمله هذه وشريناها، شرينا البريسيل ديالها 0.9. في البدايه ما نكذبش عليكم كنت باغي نبيع، ياك طراي واحد المشكيم يلاه تلونسيت، كانت طلعت تقريبا بشي 30-50%، كنت باغي، واخا كانت واحد الصعود كبير ونزل دغيا، ولكن انا كنت حافظ الوقت، كنت يلا غندخل غادي نبيع. ومشيت نبيع وطرا لي مشكل في الميتا ماسك، ما بغاش يحول لي الفلوس لحساب توليرونس، يعني كتطلع بواحد النسبه كبيره والتوليرونس كتفوت هذاك التوليرونس، فما بعتش، عاودت نزلت. فقلت ماشي مشكل غادي نخليها التوكن، تقدر من بعد غتبقى غدا عشان ترتفع، يعني تزاد، حيت كتامن بالبروجي. ولكن من تما كل بروجي غادي هابط، غادي هابط 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 هابط، تقريبا حتى خسرت تقريبا شي 40 ولا 30% ديال القيمه ديال العمله تخسرت. وصراحه بيني وبينكم ما بقيتش كنامن بالبروجي، حيت تسنيت بزاف، تقريبا سيمانه ولا شحال، والبروجي ما فيه حتى شي بادره انه غيتحسن. قالوا غنحطوه في البانك، البانك سواب، ونحطوه في الكوين جيكو، وفعلا حطوه، ولكن رغم ذلك ما طلعش السعر. صراحه حسيت بشي حاجه ماشي حتى ليه. اولا التيم ما كيبوستيش بزاف في تويتر، ثانيا التليجرام ما قدرتش انني كومونتي فيه، على الرغم انه جروب وفيه بعض الناس كيكومونتي، ولكن انا شخصيا ما قدرتش انني كومونتي، تيقول لك انك حابسينك من لي كومونتير. وثالثا شكيت بان الاونر ديال التوكن كان كيبيع، يعني باش التوكن تهبط هذا الهبوط الكبير هذا، باش التوكن تهبط بهذا الشكل هذا، هذه حاجه باينه بان مول التوكن كان كيبيع، الناس كانوا كيشريو وهو يا كان كيبيع. وصراحه صعيب انك تلقى بانه ولا تعرف ان مول التوكن كيبيع، حيت كانوا بزاف عمليات البيع اللي الوالت ادريس مختلفين، ولكن مره يعني كل ساعتين كل 4 سوايع بحال ما هكاك كتلقى مول التوكن كيبيع، كيبيع بواحد الكميه كبيره، تلقاه كيبيع 2 بي ان بي، 5 بي ان بي، 4 بي ان بي، انت ما اكيد ما تبقاش حاضي، ما تبقاش حاضي الشارت. وايضا عمليه البيع والشراء راه تيكونوا بواحد الشكل كبير، يعني كل ساعه كترى فيها بزاف عمليه البيع والشراء. ولكن انا شكيت ان كاين شي حاجه مشيت لي. دابا انا درت لكم نهار، اللي درت لكم ساعه، كتبان لكم الشارت غادي كينزل بواحد الشكل بطيء جدا، وهذا هو اخطر حاجه، ملي كيبان لك الشارت غادي هابط بواحد الشكل بطيء ما كتحسش به، حتى كتلقاه فقدتي منه واحد، فقدتي القيمه ديال 50% 100% بلا ما تحس. تقريبا خسرت كذا و 30 كذا و 40%، هاني هاد النقطه، هاد النقطه الحمراء هنا فين بعت. شريت ب 0.9، قررت اني نخرج من البروجي ب 0.5 تقريبا، 0.5 كذا و 40، على الرغم ان كانت واحد الخساره تقريبا ديال كذا و 40%، ولكن حسيت بلي شي حاجه مشيت ليه وخرجت، والحمد لله حيت انني خرجت. من بعد واحد شويه كما كتشوفوا دارت واحد دروب. الحاجه اللي مستغربها وهو ان البانك سيل عاطيك بان ليكويديتي تايم 360 يوم ولا 365 يوم عام، ورغم ذلك مول التوكن قدر انه يحل يدير الليكويديتي، قدر انه يدير لها ان لوك ويبيع كاع هذوك التوكن اللي كانت اللي كانوا في البانك سيل. فانا كنستغرب وكنطرح هذا السؤال، الا كان مول التوكن يقدر انه يحل القفل الليكويديتي في البانك سيل، ما كاين لاش تبين ليا شحال ديال الليكويديتي، شحال ديال الاعوام غادي تبقى لوكد، ما كاين لاش. وهذا امر خطير بزاف، حيت بزاف الناس كيعتمدوا عليه، تقول لك هاد التوكن هادي ندير ليها لوكد ويعني راها غتبقى، ولكن الا كان عنده البوسيبيليتي مول توكن انه يحل القفل، ما كاينلاش انك تبين لي غتبقى عام ولا تبقى عامين ولا تبقى 7 سنين ولا تبقى مليار عام. لا شفتوا معايا هنايا، غادي نمشيو هنايا غنديروا هاد السيلر هادو، غلقاو هنايا، ها هو باع 111,000 دولار باش بيع، ياك ها هو، هذا هو الترانزاكشن ديال الوالت ديالو،
هي يا 20 ساعة قبل دار انلوك انلوكا التوكن انلوكا 104 مليار توكن من بانكسيل الليكويديتي ديال بانكسيل وباعها هنايا مباشرة 3 دقائق مباشرة 3 دقائق من بعدها باعها كلها واللي كيسحب راسو البانكسيل حامية ولا شي حاجة راه ما حامياك ما والو هاد البانكسيل الا بغيتي تشري منها لي توكن سير شري منها سير شري منها هي يا راه ما كاين حتى شي حاجة كدل على ان توكن ماشي سبام ولا سبا ما كاين حتى حاجة ما تقول لي ما تقول لي لا ندير الاوديت ما تقول لي مدايرين شي يقولوا لي هذيك هاد الكيس هادي واخا ما عرفت شنو يديروا ندير الكيس وندير الاوديت ولكن رغم ذلك ينصب عليك ينصب عليك كون لقيت انايا امن بالبروجي ومخلي مهولي كرهت انا خرجت خاسر كل شيء ما خسرش غير هذيك 40% فالحاجه اللي تعلمتها من هذه التجربه هذه هو ان تشري من البريسيل في البانكسيل ما كيعنيش انك مطور غادي تستغل الفرصه من البديه بالعكس راه احسن تخلي التوكن حتى تلونسا عاد باش تشري حيت كطيح التوكن كطيح الا بغيتي تشري من البانكسيل وتربح غتشري وغتسمر على التوكن حتى اللحظه اللي غتلونسا فيها من بعد ما غتلونسا بخمسة دقائق غتبيع وطلع التوليرانس ديرو 15% للفوق باش ما يطراش شي مشكل بحال مثلا تكون محدد واحد السعر والسعر يزيد يطلع حيت كتكون داك اللونسمون ديال التوكن كيبقى يطلع السعر بحال الزربه يقدر يفوت ديك 14% وما يخليكش ميتا ماسك تبيع كيف ما طرا لي انايا طلع التوليرانس تسنى واحد 5 دقائق من بعد ما تلونسا التوكن تبيع هذيك الساعه تسنى نهبط توكن كنت مآمن بالبروجي الا بغيتي ديك الساعه تبيع تشري شري اول اللي بغيتي تشري شري من الرباح ورجع فلوسك حيت هادشي ما فيهش الثقه اطلاقا البانكسيل 90% ديال لي توكن ديالو سكام الا ما غينصبوش عليك لحظيا غينصبو عليك من هنا لسيمانه الا ما غينصبوش عليك عن طريق يبيعوا الكميه كامله ويخرجوا بالربح غينصبو عليك عن طريق مول توكن يبدا يبيع شويه بشويه كل نوبه خرج 5 BNB يخرج 4 BNB يخرج 3 BNB بنادم كيشري كيتسنى التوكن طلع وهي التوكن ما كتطلعش علاش حيت مول التوكن مخلي التوكن ديالو ما تطلعش كل نوبه كيبيع مستحيل تطلع هذيك التوكن فين ما كتطلع مول التوكن يبيع ب 5 BNB عاود يهبطها للسعر اللي كانت فيه ردوا بال الاخوان دائما تيقول لك واحد المثل اللي بغاها كاع يخليها كاع إلا بغيتي تربح 100% غتقدر تخسر 100% ما تشريش من البريسيل شري من البريسيل على خاطر حاجة واحدة هو أنك غتعاود تبيع من هنا لخمس دقائق من اللونسمون ديال التوكن 5 دقائق من بعد ما تحط الليكويديتي في البانكيك سواب غتبيع إلا بغيتي تانفيستي بغيتي تستثمر باينانس أولا حتى تتاكد ان التوكن خدامين عليها تكون في البانكيك سواب تكون في الكوين جيكو والشارت ديالها غادي مزيان والتيم ديالها متفاعل وخدام في تويتر في تيليجرام في الديسكورد وقرع البروجي على الرغم من هادشي هذا كامل ما كيضمنش لك 100% ولكن على الاقل ملي كيجتمعوا جميع هاد الخصائص هادو كيخليك دير واحد الثقه اكثر في التوكن هذه التجربه ديالي في البانك سيل الاخوان كنعاود نذكر انكم متثقوش في البريسيل ديال البانك سيل وكيبقاو سكام اي حاجه واي خصائص كتحط في البانك سيل مول توكن هو اللي كيحطها وفي اي لحظه يقدر يحيدها لذلك البانك سيل ما كتضمن لكم حتى حاجه الناس اللي كيشوف البانك سيل واحد الموقع كبير باش تشري من البريسيل راه والو بحال اي موقع بانك سيل غير بالسميه وبالرانك اللي حاطين له هو الاول اما راه ما كيضمن لك حتى حاجه هادشي اللي كان الاخوان
نتمنى تكونوا استفدتوا من التجربه هذه وردوا البال هادشي هذا راه خطير وداكشي غادي وكيتطور. وانا كل مره في اي تجربه سواء خايبه سواء زوينه غنبارطاجيها معكم. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. نتمنى انكم تدعمونا في الفيديو وتحطوا واحد لايك واشتراك باش توصلوا دائما للجديد ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. الله يعاونكم.